يا صباح الورد والياسمين على عيون حضراتكم. زي ما حضراتكم عارفين احنا منطقة العشوائيات في مصر، ومشكلة العشوائيات في مصر كانت من اكتر المشكلات اللي بتهدد مصر، وكانت بتعرقل الخطط المصرية والمستقبلية للدولة المصرية كمان، وكانت كمان من اوحش الحاجات اللي كانت بتتصدر وصورة وحشة لمصر للعالم الخارجي. فمن هنا جه القرار المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على العشوائيات، وبالتالي كانت الخطوات سريعة ومنجزة من وزارة الإسكان لتعمير الأراضي المصرية، وإن إحنا يحصل عندنا زي ما يقولوا كده زحف عمراني وتجديد وأماكن جديدة تكون تليق بالشعب المصري والمصريين، ان هم يعيشوا حياه كريمه وامنه وفيها كل الخدمات ويكون فيها كل المرافق، ونقلل الفجوه اللي حصلت بين طبقات الشعب المصري في السنين الاخيره. طبعا في عدد كبير من المؤسسات المصريه اشتغلت علشان نقدر نعمل هذه المجتمعات العمرانيه. كتير من المصريين كانوا بيسالوا في الفتره الاخيره احنا ليه بندفع كل المليارات دي علشان نمد شبكه طرق جديده على مستوى المحافظات كلها وجمهوريه مصر العربيه. كان الرد أو أول إجابة لهذا السؤال كان عند وزارة الإسكان، إحنا علشان نقدر نخلي الناس تتنقل من أماكنها ويروحوا لمكان جديد لازم يكون كامل من جميع الجهات وسهولة الوصول لهذا السكن الجديد. احنا النهارده معاكم صباح قلنا هناخدكم في جوله في واحد من اكبر واهم مشروعات الاسكان في مصر، وتحديدا من مدينه السادس من اكتوبر. خلوني في البدايه ارحب بالاستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان. يسعد صباحك يا استاذ هاني. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الفل يا استاذ. عايزين نقول للناس احنا هنا فين؟ احنا هنا في مدينة اكتوبر الجديدة وفي مشروع الاسكان الاجتماعي. عندنا 40,000 وحدة سكنية تقريبا بيتنفذهم لشريحة محدود الدخل والشباب. 40,000 وحدة سكنية يعني مدينة كاملة على بعضها بالمعدات العالمية. حضرتك احنا داخلين المشروع قلتي العمارات على مدى الشوف، وهي فعلا على مدى الشوف بالظبط. عمارات 40,000 وحدة هيستفيد بيهم 40,000 اسرة، يعني تقريبا ندخل في 200,000 مواطن هيعيشوا في المكان ده. المكان ده من سنة وثلاث اربع شهور تقريبا كان صحراء جرداء، كانش فيها اي حاجه. تاكيدا لكلام حضرتك بنعمل الطرق اهوت اللي هتوصل للمكان ده بالزبط. ان الطريق ده هو اللي هيوصل للساكن اللي هيسكن في المكان صح. ده بنعمل الخدمات على يميننا دلوقتي في المركز التجاري، ورا حضرتك وانت واقفه دلوقتي في المركز الطبي، وراهم بشويه في المدرسه ثم الجامع ثم الكنيسه. 40,000 وحده الناس حجزوا من سنه وثلاث اربع شهور تقريبا او من سنتين، لان كان في جزء اتحول من مشروع ثاني كان عدد الحاجزين فيه اكتر، والحمد لله بدانا اول 10,000 وحده هنسكن فيهم خلال الايام القليله يعني القريبه. يعني في اول 10,000 وحده خلاص دول خلص تشطيبهم وبنائهم والشقق جاهزه والناس جاهزه ان هي تستلم. احنا تقريبا مشطبين حوالي 20,000 وحده منهم دلوقتي تقريبا. بس ال 10,000 دول بقى باللاندسكيب، بالخدمات المختلفه، بالمرافق المختلفه، التليفون، الميه، الصرف وخلافه، كل المرافق نبعت للمواطنين خلاص اللي هم كانوا حاجزين وخلصوا اجراءاتهم البنكيه، وخلاص الحمد لله خلال الايام هيستلموا الوحدات. ويمكن من شويه كان في عدد من المواطنين اللي اعتقد لسه موجودين كمان كانوا بيتفرجوا على الوحدات، والحمد لله انا سالتهم وحتى هم ما يعرفونيش، قلت لهم اخبار الشقق ايه، قالوا الحمد لله جميله جدا. كان ليه بس طلب المواطن اللي انا قابلته، بيقول انا شقيت في الدور الارضي ما ينفعش احول، قلت له للاسف الشديد ما ينفعش تحول، لان طبعا تخصيص الوحده بيكون مكانها بيكون بقرعه عشوائيه بالكمبيوتر عشان نضمن المساواه بين الناس كلها، ما حدش ياخد حد. خلينا بقى ندخل في صلب المشروعات. اكيد في اسئله كتير قوي بتدور في نفس المصريين ودلوقتي كمان المشاهدين معانا. مشروع دلوقتي زي اللي احنا واقفين فيه، اقدم ازاي؟ فين؟ مطلوب مني ايه؟ ايه المميزات الموجوده هنا؟ ولا انا هروح اسيب بيتي؟ هو في عشوائيات وممكن يكون قايل للسقوط وممكن يكون يعني في مشكلات كتير، ولكن انا في وسط العمار، كل الخدمات حواليا، الشارع، المواصلات، الاناره، كل حاجه. عايزين نحكي للناس كده بالظبط من اول خطوه لاستلام الشقه لحد لما ان شاء الله يستلم. طيب خليني في البداية أقول لحضرتك إيه المميزات بتاع المشروع ده. المشروع الإسكان الاجتماعي ليه أكتر من ميزة، وإحنا زي ما بقول دايما بنضرب أكتر من عصفور بحجر واحد بالمشروع ده. رقم واحد، إحنا بنحقق رغبة المصريين في الحصول على وحدة سكنية اللي عايش فيها، العيش الكريم، كريمة. بيحقق جودة الحياة حتى في المشروعات دي. رقم اتنين، بيحقق لنا التوسع العمراني اللي أنا طالبه. زي ما كنت بقول من شوية دي كانت أرض صحراء من شهور قليلة، دلوقتي بقى فيها مباني وفيها خدمات وفيها مرافق، يعني بنحقق التوسع العمراني اللي احنا كمصريين عايشين على 6% تقريبا منذ بدء الخليقه. احنا بنحاول ان احنا نضاعف رقعه المعمور اللي عندنا.
رقم ثلاثة أنا بوفر فرص عمل كبيرة جدا. كل واحدة من دول يا أستاذة أسماء بتوفر ثلاث فرص عمل، فبيبقى عندنا في موقع واحد 40,000 وحدة سكنية من غير الخدمات، يبقى عندنا على الأقل 120,000 فرصة عمل لأهالينا ولولادنا ولشبابنا، بدل ما يطلعوا يتغربوا، بدل ما يروحوا يركبوا المركب ويغرقوا في المية. الحمد لله ما عادش ده بيحصل دلوقتي، ونستوعب المشروعات ديت كل العمالة المصرية. رقم أربعة، إن المشروعات اللي هي في مناطق مخططة وحضرية ديت بتكفيني شر إن المواطن يروح يبني على الأرض الزراعية، لانه مش لاقي سكن في عايز يسكن، هيعمل ايه؟ يا اما هيلجا للبناء على الارض الزراعيه، يا اما البديل الثاني ان هو هيبني في منطقه عشوائيه، ايه بيعمل بقى عشه ايا كان في منطقه عشوائيه غير مخططه. فانا كتكليف حتى من سياده الرئيس كان دايما نقول عايزين نبدا نسرع احنا ببناء المناطق المخططه عشان المواطن ما يلجاش ان هو يسكن في الارض الزراعيه او في المنطقه العشوائيه. طيب الناس تقدم ازاي؟ احنا الحمد لله المشروع ده حتى الآن كوزارة إسكان انتهينا تقريبا من 255,000 وحدة في المشروع ده، تكلفة تقترب من 35 مليار جنيه. 255,000 وحدة منذ 3 سنين ونص أو 4 سنين تقريبا، دول كانوا بيتعملوا في 20 سنة زمان طبعا، ماشي. 255,000 وحدة، طب شغالين في ايه تاني؟ شغالين في حوالي 345,000 تانيين، يعني ان شاء الله في 2019 نكون انتهينا من. في عندنا سقف كده يا استاذ هاني للقضاء على العشوائيات؟ طبعا القضاء على العشوائيات عشان بس نحددها، القضاء على العشوائيات غير الامنه اللي هي يعني ايه غير الامنه؟ اللي هي مهدده للحياه. يعني المواطن ساكن في سفح الجبل، ساكن تحت سلك ضغط عالي، ساكن في مخر سيل، دي الاماكن اللي هي بنسميها غير الامنه وليها درجات. دول ان شاء الله في 2018 هننتهي منهم. تمام. المساكن دي مش بس مش للمتوه العشوائيات، احنا عندنا مساكن العشوائيات بنعمل لهم في نفس المكان. المساكن دي في الوجه الخصوص للشباب لسه متخرج من الجامعه وعايز له شقه تليق دي بالظبط، ومحدود الدخل لان احنا ربطينها بدخل معين. طيب حضرتك بتقولي الناس تقدم ازاي؟ احنا عملنا بالزبط. اعلانات كتير جدا في الجرايد، حتى الان عملنا اعلانات 9 اعلانات. المواطن كان زمان ممكن يقدم في البريد، احنا دلوقتي اخر اعلان اللي هو الاعلان التاسع كل شويه بنطور نفسنا، بقى التقديم كله الكترونيا. المواطن بيدخل على موقع الكتروني مخصص للحجز الوحدات، بيعمل سكان لكل البيانات لكل المستندات المطلوبه منه، ثم بيرفع هذه المستندات على الموقع الالكتروني المخصص، وبيروح يدفع في بنك التعمير والاسكان دفعه المقدم للحجز، وبيصور الايصال بتاع الدفع ده ويعمل له اسكان برضه يرفعه مع المستندات. وبعدها بنبدا احنا نفرز المستندات ديت ونقول له حضرتك مقبول ولا مش مقبول. عندنا حتى الان معلش نقف عند النقطه دي، ايه اسباب عدم القبول؟ الشروط. انا عندي شروط، لازم الوحدات دي الدوله دعمها بشكل كبير جدا. يعني انا ما بحاسبش المواطن على ثمن الارض اللي الوحدات بتتبني عليها، ما بحاسبش المواطن على المرافق اللي بتتبني، ما بحاسبش المواطن على الخدمات اللي بتتبني، ما بحاسبش حتى في القسط اللي المواطن بيسدد بيه ثمن الوحده. انا او حضرتك لو رحنا ناخد دلوقتي قرض من البنك تمويل عقاري وعايز اشتري شقه او فيلا او ايا كان، الفايده بتوصل ل 20% تقريبا. احنا الفايده في المشروع ده 7% او 5%، ودي مبادره بنشكر عليها البنك المركزي لانه اللي سهلت الحصول على هذه الوحده، ماشي. فالدوله دعم المشروع ده بحاجات كتيره جدا، فيجب ان الوحدات دي تصل الى مستحقيها الحقيقيين، ما تروحش لايدين ناس ما يستحقوش، او ايدين ناس هيتصرفوا فيها تصرف تاني، يبيعوها او هيتاجروا فيها او هيغيروا نشاطها. وده كان بعض السلبيات في مشروعات سابقه، احنا الحمد لله حاولنا ان احنا نتغلب عليها في المشروع ده. طيب ايه الشروط مثلا اللي لازم بقى نحصر فيها المستحق لهذه الوحده؟ أيوة. رقم واحد، انه ما يكونش عنده شقه سكنيه حتى لو ملكه، ما عايزين اللي ما عندوش هو اللي ياخد. انه ما يكونش حصل على وحده سكنيه مدعومه من الدوله، انه ما يكونش خد قرض اسكان تعاوني من الدوله، يعني ما استفادش من الدوله بحاجه دعم قبل كده، عايزين اللي خد مره ما ياخدش تاني، يدي فرصه لغيره. بالظبط يا فندم. رقم اثنين، انه يكون سنه من 21 سنه ل 50 سنه، احنا قلنا المشروع ده اسمه اسكان اجتماعي لمحدودي الدخل والشباب. فالشباب قلنا من 21 سنه ل 50 سنه. ما شاء الله احنا عندنا شباب في مصر لغايه 50 سنه؟ بنحاول ده احنا في مطالبات كتيره من الناس عايزين نعلي على 50 سنه، بيقول انا بقالي 50 سنه بس ما اتملكتش واحده، فانتوا بتظلموني ليه؟ انا نحطه بقى بنحاول ان احنا نشوف الشريحه اللي هي في المعدل ده. فمجلس الوزراء وافق ان يكون من 21 سنه ل 50 سنه. طيب ايه الشرط الثالث؟ دخل. تمام. لازم يبقى في دخل عند المواطن رقم واحد. دخل ثابت؟ دخل ثابت بالظبط. والدخل الثابت ده طب افرض انا يعني عامل ما هو ده اللي ناقش. انا هقوله احنا طيب. بقى احنا قلنا اي واحد عنده دخل ثابت هياخد الوحده، حتى سواء كان بقى
موظف حكومه او موظف قطاع خاص او اعمال حره ومهنيه. انا زي حضرتك ما قلت نقاش، انا سباك، انا سواق، من حقي اخد الوحده. طب هتقدم ورقه ازاي بدخلك؟ أيوة. طبعا المواطن اللي هو الموظف الحكومي بيقدم فروقات مرتبه، والقطاع الخاص بيقدم شهاده بالدخل بتاعته من شغله. طب بالظبط، طب المهن الحره بيجيب شهاده اسمها شهاده اثبات الدخل من محاسب قانوني معتمد. بيقول مثلا بيروح مثلا يقول له انا سواق تاكسي، فبيقدر له دخله في الشهر مثلا ب 2000 جنيه 3000 جنيه وبيختم له الشهاده دي، بيكون هو مسؤول عنها. تمام. وبيجي يقدمها. الحمد لله عدد كبير جدا منهم استلموا وحداتهم. تمام، احنا كده بنتكلم في اول خطوه اللي هي استيفاء الشروط. بالظبط. تمام، الحته المهمه بس قبل ما اقفل فيها موضوع الدخل دي، طب الدخل كام؟ احنا بدانا بارقام قليله، ثم كل شويه في كل اعلان بنعدل شويه مع ارتفاع معدلات التضخم. تمام. بنزود الدخل شويه. اخر اعلان كان قلنا الدخل لو اعزب ما يزيدش عن 3500 جنيه، لو اعزب ما يزيدش عن 3500 جنيه في الشهر. ولو متزوج وهو وزوجته بيعملهم ما يزيدش عن 4750 جنيه في الشهر. تمام. ده الدخل، اقل من كده ياخد، اكتر من كده ما ياخدش. ولو بجنيه عشان الناس تقول لي انا زايد 5 جنيه. الموظف عنده قرار من مجلس الوزراء ما يقدرش يخالفه. لو بجنيه يقول لك لا. ليه؟ لان ممكن جنيه واحد يدخل الاف. طبعا الاف من شريحه ثانيه خالص. بالظبط. تمام، احنا كده دي شروط التقديم. بالظبط. قدمت على الموقع الالكتروني زي ما حضرتك تفضلت وعملت اسكان او بيسموها نسخ مثلا للاوراق الرسميه وبعتها على الموقع الالكتروني. مين الجهه بقى اللي بتستلم هذه الطلبات عندنا كلها؟ احنا عندنا كان بينفذ الورق، احنا الحمد لله فاصلين التعامل ما بين الموظفين حتى قبل التقديم الالكتروني. مش عايز الموظف يتعامل مع المواطن، نمنع ونسد ابواب الفساد. هي دي. ما يبقاش حد بقى يقول لي بقى ايه، هي دي. هتجيب لي ورقه وانا هظبط لك الدنيا. أيوة. انا هاخدك واخليهم يبلوك. هي دي يا استاذ هاني، ارجوك احنا عايزين نوصل بيها رساله، لان احنا قعدنا نسمع شائعات اللي يقول لك لا ده نعرف واحد لو ندي له 5000 جنيه يدينا. أيوة. الوحده. بالزبط. مش عارفه ايه. لا. فانا عايز حضرتك تدي كلام قاطع دلوقتي لكل اللي بيسمعنا. خليني اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله منذ بدء المشروع ده حاولنا نتلافى فيه كل السلبيات اللي كانت في المشروعات السابقه، واللي حضرتك قلتي نموذج منها. منها مثلا اقول السلبيات سريعا وهجاوب على سؤال حضرتك، موضوع ان كانت الوحدات صغيره جدا. الناس كانت بتسمي اسكان اللي بتنفذه الدوله اجتماعي اقتصادي شعبي، بيسميها قلب السردين. كانت الشقه اوضتين وصاله وصغيرين جدا. دلوقتي الحمد لله الشقه 3 غرف وصاله مشطبين على اعلى مستوى. كان الشقه شكلها مش كويس، ما فيش تصميم معماري مناسب. الحمد لله التصميم المعماري زي الفل دلوقتي. احنا ده كان كسبان في مسابقه عملناها عشان نطلع بالتصميم ده، وان شاء الله كمان هنحدث فيه ويبقى احدث واحسن واحسن. الموضوع المرافق والخدمات اللي حضرتك قلت عليها، كان زمان الوحده ممكن تاخديها ما فيش مرافق ولا خدمات. طبعا ولا طريق يوصلها اصلا. في مرافق وخدمات. كان موضوع بقى الواسطه والمحسوبيه اللي حضرتك سالت عليه والفساد. الحمد لله احنا منذ بدانا المشروع ده ما فيش تعامل مع اي موظف خالص. حتى التقديم اللي قبل الالكتروني كان الموظف ده يبعت الورق بتاعه بالبريد، وفي جهه غير وزاره الاسكان هي اللي كانت. أيوة. بتفرز الورق. عندنا جهاز التعبئه العامه والاحصاء متعاقدين معاه، كان هم اللي بيفرزوا الورق. الموظف بتاع الاسكان ما كانش بيشوف مين اللي كسب ومين اللي ما كسبش، مين اللي منطبق عليه الشروط. كان بيجي له في الاخر خالص بس الورق المنطبق عليها الشروط. وده اللي حاصل برضه دلوقتي، اللي بيفرز الورق غير اللي بيتعامل مع المواطن في الاخر. بنفرز الورق وبننتهي منه، بنبعت للمواطن بقى نقول له، او بننزل الاسماء على موقع الكتروني لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي او صندوق التمويل العقاري، بنقول دول الاسماء اللي فازوا بالوحدات السكنيه. اول الوحدات ما بتنتهي زي ما حصل دلوقتي في الموقع ده، بمجرد ما بيفوز في عليه اي حاجه ممكن يعملها، او يعني بنبتدي بقى مراحل السداد. كان في فتره ما بيدفعش حاجه تاني بقى غير قبل الاستلام بشويه، بيدفع دفعه الاستلام. ولكن جه في احد الاعلانات المواطنين قالوا اللي هم هيستلموا الوحدات دي، قالوا احنا هنقعد سنه على ما نستلم، فريت تقسطولنا كل شويه بدل ما يدفع مبلغ كبير مره واحده. فقسطنا كل 3 شهور 4000 جنيه كان بيدفعهم المواطن، يعني دفع في السنه 16000 جنيه. فده بالنسبه للدفع. اول ما الوحدات بتخلص بنبدا بقى نبعت للبنك نقول له وحدات فلان وفلان 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 جاهزه، ممكن تبداوا تستعلموا عليهم. الاستعلان ده بقى حاجه مهمه جدا. انا ببعت، احنا متعاقدين مع شركات استعلام، شركات خاصه، بنبعت الموظفين يستعلموا عن المواطن اللي قدم لنا الورق في شغله وفي محل اقامته. تمام. المواطن انا مفترض فيه ان هو مواطن صالح وبعت لي الورق بتاعه وصادق في اللي ما بقوله، لكن بعد كده لازم اتاكد ان الدعم اللي الدوله بتوفره في الحياه دي بيوصل لمستحقيه. فببعت الموظف ده لشغله يقول للشؤون العاملين هناك او بتوع الاتش ار دوني البيانات بتاعه الموظف ده. ف
فيدوا له بقى مفاهيم مرتبه كذا ويطابقها مع اللي هو بعته لنا. لو مظبوط اهلا وسهلا، مش مظبوط ما بياخدش. بس طبعا هيبقى صعب ولا ينطبق مثلا مع الاعمال الحر. ما هو مقدم بقى، بشوف له بقى هو فعلا سواق تاكسي ولا مش سواق تاكسي، هو فعلا نقاش ولا مش نقاش، بيروح له يشوف شغله. تمام. هو نجار ولا مش نجار. تمام. وكذلك بقى في بيته، بروح بيته واشوفه هو عنده بيت ملك ومخبى عليه ولا ما عندوش، ساكن في ايجار فعلا ولا الشقه اللي هو ساكن فيها دي شقه تمليك وهو مش قايل لنا ان هو شقه تمليك. فبتاكد من شغله ومن بيته، وبعدها بيبدا بقى انه يدفع دفعه الاستلام في البنك، ثم بيبدا موضوع الاستلام هنا في الوحده. وعايز اكد حاجتين مهمين يا استاذ اسماء لو تسمحي لي. الوحدات في تخصيصها مكانها كله بالكمبيوتر، قرعه عشوائيه عشان ما حدش يتدخل فيها برده، ما حدش يقول انا حتى الدور الثالث. طب معلش انا هستوقفك برده في الحته دي تاني يا استاذ هنا اسف، مفيش مراعاه مثلا لذوي احتياجات خاصه؟ الدنيا هنا أشكرك. عامله ازاي؟ اشكرك جدا. الرمبات، الادوار. اشكرك جدا على السؤال ده. احنا عندنا في المشروع ده ثلاث اربع حاجات بنلوم اولويه. رقم واحد ذوي احتياجات الخاصه، من اي مكان اي مشروع بيتنفذ في اي مدينه في 5% ذوي احتياجات الخاصه بنقصصهم على الفور لذوي احتياجات الخاصه. بس بشرط يكون منطبق عليه الشروط برضو. ذوي احتياجات خاصه وغني طبعا مش هنديله له الوحده. الحاجه الثانيه المطلقات والارامل لهم اولويه برضو في حاله اذا ما كان عندي وحدات منتهيه بس عادل الحاجزين والمنطبق عليهم الشروط اكتر من عدد الوحدات. فعند المطلقات والارامل بيبقى لهم اولويه ان هم ياخدوا الوحدات دي. ده بالنسبه لي الحاجات اللي احنا بنعملها ميزه لذوي الاحتياجات الخاصه والمطلقات والارامل. في الادوار برضو، تخص الادوار الدور الارضي. انا طبعا ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى لهم الدور الارضي، وان كان هم ما بيحبوش الدور الارضي ويقول لي طلع لي الدور الثاني والثالث. عندنا عمارات فيها الرامب ده عشان خاطر يبقى يطلع بسهوله بالعربيه بتاعته او بالكرسي بتاعه. فاحنا الحمد لله عاملين تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصه. تخصيص بقى بتاع الاماكن ده، عشان ده سؤال دايما يجي للناس، اشمعنى ناخد في الدور الارضي وغير ياخد في الدور الثالث؟ بالظبط. انا عندي عمارات بتيجي بحط عدد الحاجزين اللي هم مطبق عليهم الشروط وخلصوا ورقهم على قرعه باسمائهم بارقامهم على الكمبيوتر، وبتتعمل دكه واحده بشكل عشوائي. بالظبط كده، عشان يبقى فيه مصداقيه ويبقى فيه ما بقاش فيه واسطه ولا المحسوبيه لاي حاجه. طب لو انا بقى في الدور الارضي وحضرتك في الدور الثالث واتفقت انا وحضرتك انت تنزل في الارض وانا اطلع في الثالث، مفيش بقى الكلام ده؟ مفيش الكلام ده. في حاجه واحده بس عشان برضو كل حاجه تبقى واضحه قدام الناس. رقم واحد، ان انا لو جالي الدور الارضي، لان دي شكوى بتجيلنا كتير وبتيجي وسائل الاعلام كتير، او جاي الدور الاخير وانا عندي مانع طبي يمنعني ان انا اسكن في الارضي او الاخير، يجي لي مثلا واحد الدور الاخير ويقول لي انا عندي القلب مش هقدر اطلع السلم. ماشي، فهعمل ايه؟ فبنقول له بنجيب شهادتين طبيتين من مستشفيتين حكوميتين لو انت في الدور الاخير، وهديك الدور الارضي. تمام. ولو انت في الارضي قلت لي انا عندي رابو مش قادر اسكن في الارضي، هتجيب شهادتين طبيتين من جهتين حكوميتين وهطلعك الدور الاخير. اول ما بقول لهم كده الاثنين بيرفضوا. طبعا هو ليه؟ هو عايز يسكن، هو طبعا عايز يسكن في الدور المتكرر، هو الدور الثالث او الثاني. انا نفسي الناس كلها تسكن، بس طبعا هنعمل ايه في الدور الارضي والاخير؟ هو كله بيقول لك انا تعبان وعيان وعايز كده. اقول له طيب ماشي، هتجيب شهادتين طبيتين وتاخد كذا. طب خليني بقى في الشقه اللي انا فيها. كويس. بالظبط كده. طيب احنا دلوقتي استاذ هاني، انا جيت استلمت، خلصت المستحقات اللي عليا الماليه واستلمت، مطلوب مني ايه انا كساكن من اول ما اخد الوحده السكنيه بتاعتي؟ مطلوب منه رقم واحد ان هو يلتزم بدفع الاقساط اللي هي في الشهريه اللي عنده في البنك. والحمد لله والشكر لله، يعني مش عايز اقول كل تقريبا حاجات قليله جدا اللي متعثرين في المشروع ده. الناس فرحانه بالمشروع، بتلتزم جدا بدافع المستحقات الماليه عليها. رقم اتنين، احنا كوزاره واخدين من حضرتك الحاجز ده 5% من ثمن الوحده وديعه صيانه. صيانه عشان اصين بيها ايه؟ اصين بيها الشوارع دي، اصين بيها اللاندسكيب، الجناين. صح. الزراعات، الحاجات الخارجيه. صح. الماسوره ضربت في الشارع اللي قدام حضرتك، انما حضرتك لازم تاخد بالك من وحدتك. لو حصل اي عطل في الصرف الصحي عندك في داخل وحدتك لازم تحافظ عليها. حضرتك خد بالك ان في باسكت زباله هنحطها، بتحط الباسكت الزباله في باسكت الزباله. حضرتك تاخد بالك ان انت النور بتاع العماره ده نور مشترك من الجميع، ما بقاش ليل نهار النور منور. صح. دي حاجات لاجب علينا كلنا في كل عماراتنا، حتى مش بس الاسكان الاجتماعي، ان احنا نلتزم بيها. حاجة مهمة حضرتك برضو سألت عليها بالنسبة للخدمات، موضوع المواصلات. مواصلات ده كانت مشكلة خاصة في المدن الجديدة اللي فيها أماكن
بعيده شويه. احنا دلوقتي في وقت النهار واقفين في المشروع، انا شايفه الشوارع الرئيسيه قدامي، الحركه رايحه جايه زي بالزبط. الفل. كده على شمالنا في كوبري اهو خلاص بيخلص، ده حضرتك قلت لي ده كوبري، الكوبري ده هيوصل الناس من طريق الواحات يدخلوا المشروع عشان في المزلقان بتاع السكه الحديد ما يطلعدوش المزلقان سكه الحديد. يعني الدنيا امان وشايفه الشوارع بتترصف وما شاء الله والعمال شغالين وكل حاجه. بيننا وبين الانتاج الاعلامي 10 دقايق بكتب العربيه وخمس دقايق بكتب العربيه، لكن وضع المدينه دلوقتي بالليل والمواصلات حتى لو بيوصلوا ازاي، الاناره العمدان دي الاناره الشوارع منوره ولا لا، بيوصلوا بسهوله في مواصلات ولا لا؟ لا طبعا تبقى موجوده كلها، ده اول ناس بتسكن، كل اللي بيشتغل العواميد ديت مش ديكور يعني. انما موضوع المواصلات ده موضوع مهم جدا، ويمكن احنا وانا بعترف ان احنا في بعض المواقع كان في مشكله في المواصلات طبعا. زي موقع دهشور اللي هنا اللي في 6 اكتوبر برضو كان المواطنين بيشتكوا ان ما فيش مواصلات، وعلشان كده لان المواصلات ديت للاسف الشديد هي مش مهمتنا احنا بالوجه الاكمل كوزاره اسكان، واحنا بنتعاون المفروض مع جهات اخرى فيها طبعا. ولكن لاصرارنا على نجاح هذا المشروع، وزير الاسكان كلف مسؤول هيئه المتابعه المدن الجديده، لان المدن الجديده هي اللي فيها مشكله المواصلات ديت، لكن المدن القديمه طبعا بيكون في نفس المحافظات فمفيش مشكله. كلف مسؤول هيئه المتابعه المدن الجديده ان هم يشتروا 150 اتوبيس، والحمد لله خلاص خلصنا وهنستلمهم قريبا. 150 اتوبيس الحجم الكبير هيشتغلوا في كل المدن الجديده والهنا ده اول مشروع ده اول مشروع، لان ده المشروع الاكبر على مستوى الجمهوريه ويمكن في المنطقه زي ما قلت من شويه، دي مدينه زي ما قلت طبعًا على بعضها. فال150 اتوبيس دول بنشغلهم احنا، يوصلوهم لاول نقطه مواصلات نقل عام بقى، وكل واحد بقى عايز يركب النقل العام اللي يوصله للمكان اللي هو عايزه تحت امره. طيب دلوقتي استاذه هاني، احنا عارفين ان احنا عندنا ازمه ميه، وان احنا عندنا مشكله احنا ثقافتنا كمصريين، حتى مهما اتكلمنا ما عندناش لسه وعي بقصه يعني ايه ميه، يعني ايه المشكله في الميه. كان من الاخطاء برضو زمان ان كانت العماره كلها تبقى على عداد ميه واحد مظبوط، فبالتالي انا لما بحس ان احنا ناس كتير قوي مشتركين في عداد واحد ما باخدش بالي، لان انا مش دافعه حاجه، اللي هيطلع في الاخر اللي انا مطلوب مني ان انا ادفعه كلام فاضي صح. فما باخدش بالي من اللي انا بعمله. هل اخذنا المشكله دي في عين الاعتبار واحنا بقى بنبني مدن جديده؟ طبعا يا فندم، ويمكن ده برده احد تكلفات سياده الرئيس في المشروع ده، ان كل شقه يكون لها عداد ميه وعداد نور، ويمكن كمان بالنظام البري بيد اللي هو الدفع المقدما فاحنا كل مكان بنعمل فيه اسكان اجتماعي بننفذ فيه ده، كل واحد ليه عداده الخاص. ومش بس كده، كمان احنا في المناطق اللي فيها الغاز داخل، يعني خدمه الغاز موجوده، بندخل الغاز قبل المواطن ما يستلم كمان. انما في اماكن مبقاش فيها اصلا خدمه الغاز، فبنعمل اماكن تكون جاهزه يعني عشان ما نحفرش تاني الطرق، وبعد كده الغاز يركب اما يدخل في المنطقه براحته يعني. فالحمد لله احنا مراعيين الموضوع ده، كل منطقه يكون فيها عداد ميه لكل شقه وعداد كهرباء لكل شقه. تمام. طب ايه رايك حضرتك بقى تاخدنا في جوله؟ تحت امرك، تشرفها فندم. يلا بينا نروح نشوف لجوله لاحد الشقق والعمارات ونوريكم كل حاجه على ارض الواقع.